go. I'm visiting my friend. Chit chit. عليكم مزيان بخير، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بقيتوني يلاه قطعت اللايف. الناس اللي ما عندي داخلينش عندي الانستغرام، راه ضروري خاصكم تدخلوا الانستغرام. الانستغرام راه كتشوفوا شي حوايج بزاف. راه الناس اللي عندي في الانستغرام وكيشوفوا دابا الفيديو راه عارفين شنو واقع. قبل ما نجي للدار راه كنا منوضين محيحين. اليوم جات عندي واحد الصديقه سبيشال، جات عندي البارح بالليل وخرجنا من البارح بالليل وحنايا تندورو طلع الصباح، ومع ذلك لقيتينا يلا دابا غادي نفطروا باش موراها ان شاء الله غادي نمشيو نمشيو لواحد البلاصه انا براسي ما عارفاش، قالت لي سوربرايز. غادي نمشيو نديروا الهايكينغ، يعني غادي نتساراو تما ونشوفوا الجبال ونشوفوا المناطق. نعرفكم عليها، سميتها اماندا. شيز هير. هاي اماندا. هلو. هلو. تكوني شي جمانه بطبيعه الحال. كيف العاده درنا لها الغرب سخين. اماندا هيز هير. المهم خليكم معايا، غادي نقصيو امورها ان شاء الله، غادي نشدوا الطريق وتشوفوا معايا اللحظات ونتساراو شي شويه. المهم الحاجات السعيده. غادي ندي العنب، غادي العنب وغادي ندي شورت، تقدر يكون لومان فوطه. جوج بنانات كيف العاده، تقيو تترهما في الشكاره. What are you doing there? I'm putting tape on my leg. Come on. دير بهذوك اللعابات مانشستر يونايتد كدير هاد اللصاقات ديال لايك فور اي دون نو اف يو هاف لايك انجريز اور سامثينغ. اتس تو امبروف سيركيليشن. مهم. وات ايلس؟ اند تو اولسو بريفنت اور ريدوس انجري اف يو هاف تروبلد ارياز ان يور بودي لايك اي دو. اوكي. هالو. هالو. ار يو ريدي فور ذيس بيوتيفول هايك؟ I am ready for this beautiful hike. I think it's gonna be really great. We are all we're born to be ready. Anyway, هاد الفلوق هذا غيكون خاص، فهمتيني؟ هاد الفلوق هذا غادي تشوفوا معايا بزاف الحوايج اللي انا اصلا مازال ما شفتهمش، غنتفاجئوا كاملين. وفي نفس الوقت غادي نحاول ما امكن نهضر على الحوايج اللي ما خاصكش ديرهم في اليونايتد ستيتس، اشياء لا يجب فعلها هنا في امريكا. Anyway خليكم معايا نشوفوا هاد الهبيله هادي شنو كدير. والهبيله ساليتي ولا مازال؟ والهبيله. You ready? I was born ready. You're about to die on this hike. Can you lace my shoes as we drive? I think this one is really good for hiking. It's also for surviving. Yeah. دابا غادي نشدو الطريق، الطريق فيها تقريبا 3 ديال السوايع، سو في هاد 3 السوايع غادي نحاول ما امكن نصور لكم المناظر الزوينه. غيكون فيها بزاف البلانات، وفي نفس الوقت غندوي لكم على الحوايج اللي ما خاصكمش ديروها في هاد البلاد السعيده. يعني غيكون فلوغ من نوعين خاص، يعني فيه المناظر وفي نفس الوقت فيه الافاده كيف العاده. ليتس جاست جو. اللي شفتها في هاد البلاد كيفاش كيشوفوا فيه وكيفاش كيتفاعلوا وكيفاش كدير هاد الافعال هادو، يعني بحال اللي كيحاولوا ما كيحملوكش من الاخر. سو كبرات الحياه كاع ما حسنا. المهم فيرست وان، الحاجه الاولى هنا في اليونايتد ستيت غادي تكون كتزور بزاف لي زوفيس، يعني غادي تكون كتمشي بزاف للاوفيسات العمارات، وفي اي اوفيس ولا اي عماره كتلقى الاليفيتور، يعني هو بحال اللي كنقولوا السنسور، يعني السنسور ذاك السنسور. حاول ما امكن فاش يبقى تحل السنسور ما عمرك تبقى تحاول تدخل انت الاول، دائما حاول تخليه الناس يخرجوه من الاولين، من بعد حاول تدخل نتايا. نقطه اخرى فاش بغيت تدخل مثلا بحال السنسور ولا شي حاجه، حاول ما امكن تبقى تدخل على اليمين، ما عمرك تبقى تدخل على اليسار. واحد الحاجه اخرى، لربما فاش تكون عاوتاني في العمل او مثلا تكون مع صحابك ولا شي حاجه، ديك الحاجه اللي فين حنا العرب بزاف اللي هي اننا مثلا كنمشيو هذا هو عشيرنا او فين عشيري صافا عليك مزيان كتشدو كايا وتلعب معاه وداك الشيء، ما عمرك ديرها هنا في امريكا. في امريكا ما عمرك تمشي عند شي واحد وتبقى تلعب معاه ولا تهضر معاه وتبقى تشدو في يديه ولا تقيسو، ما تقيسوش لانه هذيك كتعتبر يعني بحال اللي كنقولوا ديسريسبكتفول، يعني كتحتى بحال اللي ما كتحترموش. ولا خصوصا اللي درتيها مع شي وحدات ما كتعرفهمش الشباب يقدروا يوصلوا معاك هذيك الهراسمنت وغادي تجيبها في راسك بزاف. سو الامريكان بيبل، يعني الناس الامريكان يعني كيبغيو سبيس، كيبغيو يكونوا مستقلين يعني اندبندنت. حاول ما امكن حتى فاش تكون مثلا
العمل وتكون مثلا في بريك روم وخد استراحة، حاول ما امكن تعطيهم شوية سبيس يعني متبقاش تدوز محدا وحدا الماكلة ولا ديما عطيهم تي ساعة. راه كتلاحظ انه فاش يبقاو يدوزو محداك دائما يبقى عطوك لي سباس، حتى فاش تكون جاي يبقاو يدوزو بزاف غيبقاو يبعدو عليك. فاش كتقرب لهم كتلقى تلاحظهم كيبقاو يديرو واحد شوية في شكل هما شوية حساسين، يعني بحال نقولو حنا من الكريين. Gold Bar. Okay, yeah, so is there Gold anything Bar, special there? In Gold Bar, Washington, there's Wallace Falls State Park, and then there's also Bridalville Falls and Lake Serene. Oh, okay, awesome. Gorgeous. كل ما كنكتشف شي حاجة كتكونوا دائما معايا حاضرين وغنحاولوا نكتشفوها ونضحكوا شي شوية في نفس الوقت النصائح. اش هاد الفران هذا ابن الناس؟ اش هاد الفران هذا ابن الناس؟ كنتي غتلينا ابن الناس. صف واقف يعني برب مثلا واحد 5 كيلومتر ولا شي حاجه بحال هكايا، كتلقى صف حابس عاوتاني، كتسنى الصف اللي ملي يجي هو الاول باش ملي كيدوز عاد كنمشيو يعني كيصلحوا الطريق. ان الهواء نقي هنا. على واد كي داير. واو هذا ناكسيدنت اند اي سوايبت تو فاست. ما دابا ما الجبل هنا وديك العالم يعني مشى لنا الجي بي اس يعني مشتنا الانترنت. سو اي دون نو وات ار وي غانا دو ناو. ويل بي جود. اتس جست رايت ذير. او اتس رايت ذير سو اتس غانا بي. يا اتس لايك 30 مينتس اواي. او 30 مينتس. 30 دقيقه من هنايا. اجي لهنا. اجي لهنا. اجي نهضر معاك. شت بغضرب شي طيحه سير الله. يا اتس لايك اه او ماي جاد دير بحال شي قلب. يا يو كان دو ات. يا يو كان فول كوم اون نو بوديز غان تو بعد ما غيشوفك يلا ابو راسه يلا الحاجه يلا لك واش ايز هاو اي بريك ماي هي يو كان دو ات. ذات دزنت لوك هيلثي. اوكي Stop! I will hit you. No. I will throw you. You know what? I won't give you a ride home. I'll just leave you out here. You don't want to do that. You know what? I used to hitchhike, so I can do this. I can go back home without you. So 3 hours. Yeah, it's fine. I'm just gonna be like 2 hours. Shit, I can't do that because I left some of my stuff at your house. What are you doing? Huh? I gotta lace my boots, man, because you didn't lace them for me like I asked. Yeah. Sofian, stop! Stop, it'll kill you. I'm killing you. Oh my god. You fucked. Ewee, Hamid. I'm gonna drop the mic, I'm gonna tell you 190 في الجبال. النصيحة الثانية المهمة هكايا غادي نبقى نحاول ما امكن نبقى نعطيكم نصائح في وسط التريب، يعني غادي تعيشوا معايا المغامرة وفي نفس الوقت نبقى نكمل النصائح اللي بديت لكم. سو من النصائح الثانية هو دائما حاول ما امكن فوق ما تقشف فيا طمو كرمي فوق ما تدخل مثلا لشي قهوة ولا ريستورا ولا بار ولا كيف ما بغى يكون عندك ثم عندك ما تخليش التيبس. الأغلبية كيبقى يعطيك واحد الورقة باش تسينيها. سو يعني كيتوقع منك انك تعطي التيبس. هنا في ميريكا عندهم التقليد هذا يعني بحال قلتي واحد الحاجة مهمة، يعني لما عطيتش التيبس ماشي غير يحاسبك ولا غير شي حاجه وانما غادي تبان ناقص قدامه. سو دائما حاول تعطي التيبس. حاجه اخرى من غير هذه القضيه ديال التيبس هذه، حاول واحد الحاجه اللي كبرنا فيها كامل اغلبيه المجتمع العربي كيديرها، وهي اننا فاش كنشوفوا شي دري صغير كنمشيو كنعنقوه وكنبوسوه وداك الشيء. هنا في امريكا نسى عليك، فوق ما تشوف شي دري زبون وين بغيتي تلعب معاه ولا شي حاجه من بعيد لعب معاه من بعيد هضر معاه من بعيد. سو حاول ما امكن ما تبوسوش ما تعنقوش الا في حاله واحده، وهو انك الا طلبتي الاذن من والديه. في هذه الحاله هذه ماشي مشكل، يعني الا قالت لك يس يو كان ولا شي حاجه تقدر تعنقو ولا تشدو كايا. حاول ديما تخلي لا ديستانس بينك وبين سترينجرز يعني الامريكيين، تخلي لي سباس. نمشيو دابا نشوفو عاوتاني شي حاجه اخرى ونبارطاجي معكم داكشي اللي باقي. يلا باي.
ما تنساش تدخل عندي الانستغرام. الانستغرام راه هو كلشي. شي ماكش تدخل عندي الانستغرام راه ما مدخل راه ما دخلت حتى شي لعبه. الانستغرام كنبوست فيه بزاف ديال ستوري بزاف ديال المعلومات نصائح وكنحركوها بيناتنا وبين العشران. سو اي سؤال ولا اي حاجه ممكن تدخل عندي الانستغرام وتابعوني. This is Amanda, ladies and gentlemen, the best person in the world. Yeah, babies. Ewa, ya Hamid. Give it come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up. ومازالش بدا ديال الطريق باش نصور واحد الشلال كبير. دابا كنحاول نصور لكم بالتليفون ومره كنصور لكم بالجو برو لان الجو برو بطبيعة الحال ما بقالهاش فيها بزاف شارج. سو يا هذيك شي ديال الموفيز. Anyway, الحاجة الزوينة فاش تلقى مثلا شي واحد هنا في هاد الغابات هادو كيكون مثلا غادي دالع هو انه الاغلبية كلشي كيلبس الشورت قصير. يعني كلشي لابس غير حد هنايا قصير. انا جايب الكيطما قالك والسبرديلة بلا تقاشر وجيت هنا طارق بالسنطيحة وغادي معاهم نعيش الحياة نجربو. ما تعرفو كايا باش المرة الجاية نقدرو حنا نلبسو الشورت ولا نخرجي بالمايو كاع نبقى غادي هنايا. اصلا شكون حاشاهالك؟ So slow. Do you hate me? I did not hate you. What? But you run so much. Well, I'm rocking, baby. You're kicking my ass. Yes, I am. واحد القنطره جايه فوق واحد الشلال ومورايا بزاف ديال الحجر هنا الفوق. دابا هادو كاملين غنحاولو نقطعوهم باش غادي نوصلو عاوتاني لواحد الجبل وغنطلعو الجبل عاوتاني كبير. دابا تقريبا شي ساعة ونص ولا كثر وقيلا وحنا طالعين وموراها ان شاء الله عاوتاني غادي نضرب جبدة ديال الطريق وغنبقى غير غادي طالع يعني مصيبة ديال الطلاي. أمان دم سكينة عيات عرفتي شحال مرة وقفت باش تسرع عرفتي يا خوان كيدير هادشي هذا نو الجبال هما قدامنا مورايش واش يبان لكم وكاين الثلج في الفوق. سو داكشي يا سلام. دابا كنصور لكم بالتليفون الجو برو نخليها الفوق. حاولنا دابا نحبسو هنا حيت حسيت بها عيات داكشي علاش قلت لها خذي واحد البريك يعني تجلس واحد القسم ولا قسمين باش مازال نزيدو طلعه وغادي نشوفو واحد البحيرة زوينة كبيرة نقدر نعومو فيها. النصيحة الثالثة اللي غنصحكم أنكم حاولوا ما أمكن تجنبوها في أمريكا وهي اولا ما عمرك تقطع الشانطي من غير الا ما كانش ممر راجلين. اما في حاله مثلا ما كانش كاع ممر راجلين فتقدر تقطع ولكن حتى تشوف مزيان الطريق حيت فريمون الناس غيشوفوك كانك واحد الانسان همجي. يعني مثلا الا جيتي وقطعتي هكاك كتبان لهم بحال واحد الانسان يعني ما ماشي طبيعي ماشي انسان عادي بحال نقولوا ما مربيش يعني غيشوفوا فيك واحد النظره ناقصه. فهمت؟ هنا في امريكان غادي تقاد بزاف تلقى الصف مثلا في الكاشير مثلا دخلتي للستور وما لقيتي بغيتي مثلا تخلص الكاشير يعني تخلص مثلا هذاك الشيء اللي شريتي الا جيتي دغيا وبغيتي تنقص بنادم وتقول له عفاك يسمح لي راني مزروب هذاك الشيء غيخليك ولكن كون اكيد انهم غيحترموك يعني يشوفوك هماجي. غتلقى دائما الناس كيشدوا الصف وكيعطيوك واحد المسافه بيناتهم. انستغرام وشوف الا كنتي اول مره وعجبك المحتوى دير سبسكرايب باش يوصلك الفيديوهات وما تنساش دير لايك ثم لايك راه كتنساو لي لايك راه لي لايك هما كلشي. ما كنتيش كدير لي لايك يعني راه غادي نبقى ننقص وما غاديش نكون كندير محتوى زوين. يا هاي جايز هاي. غادي شي 3 سوايع حنا غاديين فواحد الجبل ما تيتسالاش. عرفتي نقول لك انا براسي بديت كنحس براسي بديت كنعيا هي مسكين عرفتي شحال وقفات ومع ذلك تنقول لك يعني
المغاربه ما يخليوه ديما جرها بيدي وكذا كاير الشكر ما بغاتش. سو هذه تقريبا من يعني بحال كنقولوا من المبادئ ديالو انه هما الناس كيعشقوا الهايكينز سو ما كيبغيش شي واحد يهزهم من بعض يعني بحال كيعتبروهم انهم يعني استسلموا. This is Mary. I'm Maddie. Awesome. So, بالنسبة لهاد البنت تيتيزا هذه كانت في قطر. Do you know anything about Morocco? But like I know some Arabic. Like what? Habibi. That's an amazing word. It's like any more language. I mean, any more words like. مرحبا يا خلوي. Awesome. Oh my god, you're amazing. What about you? No. So you are Washingtonian, right? You yeah, was born here. Yeah. Awesome. Awesome. Like, how old are you? I'm 20. 20? Oh my god, I thought like you were gonna say like I'm 16 or something. I'm 19. Awesome. Yeah. Good, good. Nice to meet you. Well, my name is Sofyan. How are you liking it? I love Washington. So pretty. Yeah, I came here first to Texas. I did like it. It was boring. Oh, I'm going to Texas next week. Really? Yeah. Don't go. I'm visiting my friend. Visiting a friend that actually used to live in Dubai. Mm-hmm. And she just moved to Texas. What's going on with you and Arabic people? Anyway, guys, these girls are amazing. They are sweet. They just like say, yes, okay, we can be in your vlogs. Is this your family? No, they're just some fellow hikers. Oh, so you are just by yourself, guys? Mm-hmm. Awesome. I thought like this is your father and your mom. No. I don't know, maybe. So where are you coming from? Like we're in Washington. Yeah, I live here in Everett. Okay. And do like and subscribe. So in this vlog I just tried to show them this area, this beautiful like mountains and stuff. Yeah, Washington's awesome. Yeah. It's a great spot for that. It's amazing. And also I was talking about the things that you should avoid doing them here in the United States. For example, if you're new here, try to avoid like touching people that you don't know. Try to give them space, their independence and stuff like this. So I'm just like trying to learn different cultures, teach. Yeah, different culture, because you know where I came from, it's really really different, like a huge difference between there and here, and I just it's a big difference. I hear it come back to life, I'm still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if we fall we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. عزوني الله ساليت العمان يلا تفرقت مع دوك القوريات اللي كانوا معايا قبيلات. وقع لي واحد البروبليم في شكال واحد البروبليم ما عمره وقع لي وهو الكلاكاج. اللي عنده شي فكره على الكلاكاج وكيفاش كيتخلص منه يقولها لي. حيتاش فريمون وقع لي واحد المشكل في الكلاكاج. عرفتي تنقول لك رجلي بجوج بيهم ما قدرتش نطلقهم وما قدرتش نزيرهم والصبعان رجلي عرفتي ولاو دايرين هكا. انا شكيت انني فاش كنت جاي الطريق طويله كنت جاي وانا سخون غير وصلت حيت حوايجي ونقص في البروده والماء بارد بزاف. المهم بقيت كنعوم كنعوم وعمت بزاف بقيت عمت بزاف. المهم فاش خرجت شدني داك الكلاكاج رجلي تلوات عليا بزاف ما والله الا وقع لي واحد البروبليم عمره وقع لي بزاف. اللي عنده شي فكره على كيفاش الكلاكاج كيتخلص منه ولا شي لعبه حيتاش كيوقع في الصيف فاش كتمشي للبحر ولا شي لعبه. ولكن الكلاكاج وقع لي بقى لي بزاف. دابا الاخوان كيف كتشوفوا دابا ما كاين دابا عاوتاني غير الهبطه ما كاينش بحال قبيله تطلع. دابا ما كاين غير الهباطي الهباطي والهباطي راك عارف كتفورسي بزاف على الرجل. احنا نبقاو نهبطو ما عرف فوقاش غنوصلو. You think it's gonna be easier to go downhill? Easier but more painful on the knees. من الحوايج اللي ما ننصحكش بهم هنايا ديرهم في امريكا وهي انه مثلا ان شاء الله فاش تلقى الخدمه وتبدا الخدمه ما عمرك يعني غتلقى الناس في الخدمه كيبقاو يضحكوا معاك ينشطوا معاك. وخصوصا هذه المشكله اللي وقعت لي مؤخرا وقع لي بزاف المشاكل بسببها. غتلقى الناس بزاف كيضحكوا معاك كيعجبهم الحال يعني مثلا يبقاو يجيو يجلسوا معاك ويضحكوا معاك في وسط الخدمه داكشي وغيحسب لك انه انت حتى في الزنقه مثلا ولا تم تبقى تطلبهم على الفيسبوك ولا تبقى تطلبهم على النمره وغتظن انهم غيكونوا اصدقاء حتى خارج العمل. بطبيعه الحال كاينين البعض باش ما يدخلش عندي شي واحد الكومونتير يبقى يقول لي مثلا بالعكس انا عندي صاحبي تعرفت عليه في الخدمه وراه دابا صاحبي ومن احسن الناس. فعلا كاينين شي ناس اللي كيصدقوا بحال هكا ولكن الاغلبيه غيبقى يضحك معاك في وسط الخدمه ينشط معاك كلشي ولكن في الزنقه راه يقدر ما يقولكش السلام غيدوز حداك ما يقولكش السلام وما وفي الخدمه ما عمرك تاك. واخا تقدر تهضر معاهم ديما كون اكيد هما هنايا عندهم ديك
الله ضرب بزاف يعني غير يشوفوك درتي شي حاجه بسيطه ولا شي حاجه غيشريوها لك تمتم. انا مؤخرا كانوا يعني وقفوا لي اللايسنس ديال ليفت اكويبمنت يعني ديال لي ماشين اللي كنت كنسوقهم وقفوا لي تقريبا شي جوج سيمانات ما كنتش خدمت بهم يعني كنت كنخدم خدمه عاديه. سو السبب هو انه يعني بعض الناس مايا وما كاين الحسد هنا وكاين اللي ما كيبغيكش انك تكون كتوصل وتخدم مزيان وداك الشيء وتبقى تاخذ جوائز وداك العالم. سو بحال قلتي فاش عرفت حقيقته بديت كنبعد منهم يعني بقيت كنقول صافي يعني نبقى نضحك معاهم هنايا وبالراي يقلبوا وجههم ولا مثلا يتبدلوا. سو من الاحسن نبعد منهم صافي داك الشيء اللي وليت كنعطي الثقه لراسي. ومع ذلك الحمد لله مع الوقت صافي بداو كيقولوا مال خونا تكبر ولا مغرور وداك الشيء وانا راه مغرور ما والو يعني هما صافي بحال قلتي ماشي حتى شدوا حسيفه هما اصلا كانت فيهم ديك الفيس بداو كيشريوها لي كيشريوها لي صافي فاش داوني الاوفيس وداك العالم قالوا لي شنو وصافي حبسوها. قلت لهم ماشي مشكل هاك والنيت مزيانه ليا انا ارتحت شويه من هذه المسؤوليه كبيره. سو هذه من النصائح يعني فاش تخدم تضحك معهم في وسط الخدمه حاول ما تطولش حاول ما تعاشرش وما تثقش بزاف وتكون هي تقول لهم بلي تقول بلي هادو صحابي غنثق فيهم عطاني فيسبوك وداك العالم نو بغيتي دير صحاب ديرهم خارج البيلدينغ وفي نفس الوقت ما تثقش وما تبقاش تهضر وما تبقاش تهضر بين مع شي واحد على العمال تما ولا تقول شويه بنادم كيداير ما كيدير مثلا برقاق ولا مثلا تيلبس مزيان ولا المهم تهضر معاه في الاعراض ديالو. سو حاول ما امكن تبعد عليه لان هذه غتجيبها فرات. الا نسيت شي حاجه فكروني حطوها في الكومونتير وما تنساوش سبسكرايب وديروا لايك ديروا لايك ما تنساوش لي لايك راه هكا باش كنطلع لي فيديو وباش انا كنتشجع باش مثلا هكا مثلا نخرج نبقى نتلاقى ناس اخرين جداد نبقى ندير فلوغات. سو ما تنساش دير سبسكرايب ودير لايك وحنا راه مازالين غادي مازالين شادين الطريق ومتعين بهذا الجو هذا الزوين كيف كتشوفوا جو صراحه واعر. سو ما بقاش بزاف ما بقاش بزاف باقي النص واقيلا الكبير. سو فاش غنوصلوا ان شاء الله غنحاول ما امكن نديروا ختام مسك وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وتحيه كبيره لاماندا. ايوا يا حميد واخيرا غنخرجوا دابا للبارك غنزيدوا نطول تحت كاين الطوموبيل. And it only took half the time to get down. المهم ما تنساش شوف دير لايك ودير سبسكرايب. شوف اللي ما كنتش دير سبسكرايب بالروج ولا راك مليت على لعبه مضيعه بزاف ديال الحوايج. سو سبسكرايب بلاصه زوينه بزاف ان شاء الله الا سهل لكم كاملين تجيو ليها. غادي نسالي الفلوق هنايا الا كنتي اول مره كتفرج فيا هبط دابا دير سبسكرايب راه مازال غتفرج فيديوهات زوينين كيف العاده كيف كنوعدكم ديما فيديوهات واحد احسن من واحد واللي جاي ان شاء الله غادي نسيك في الاخر وهي غدا. ما تنساش دير لايك وخلي لي في كومونتي على الحوايج اللي بغيتيني مثلا نقدمهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله الناس الاسئله او اي حاجه. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون فيه كي ا غيكون كويشنز اند انسرز غنحاول ما امكن نجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي مهمين زوين كيطرحوا بزاف وغادي يفيدوكم ان شاء الله. لايك اند سبسكرايب تو اور شانل. اوكي انتم سمعتوها تاعي كتقول لكم ديروا لايك دابا هبطوا ديروا لايك وديروا سبسكرايب وبارطاجيو مع الحباب. تهلاو لي بزاف راسكم نتوما الناس زوينين. شكرا بزاف على السبورت كيف العاده ودخل عندي الانستغرام عاوتاني انا كنقولها 60 مره ما تنساش الانستغرام. تهلاو لي بزاف راسك نشوفك مره اخرى بزاف الحب وكل واشرب حتى يبان وليديك.